بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم إن شاء الله نتحدث على العناصر وتأثيراتها من خلال هذا البرنامج. طبعا في موضوعنا هنا كيف نحرك هذه التأثيرات، التأثيرات التي نظهرها من خلال زوم وكلوك وايز وفايد بلينك موف سلايد، هذه كلها حركات من خلال الضغط تتحرك هذه الصورة، تتحرك هذه الصورة من خلال تأثيرات العناصر في نوع الارت ديلوج. طبعا هنا نلاحظ المعطيات وهي تكس فيو وتكس فيو اخر وهي اظهار بيانات، ثم اميج، ثم بوتن، ثم بوتن اخر، ثم بوتن ثالث وهكذا. هذه طبعا 6 بوتنات ازرار اوامر كما تلاحظون هنا في طبعا لي اوت ريليتيف لي اوت. طبعا ننتقل الى الماين اكتيفيتي وهو الجافة. طبعا هنا كما نلاحظ هنا من خلال الواجهة الرئيسية للكلاس، ثم نقوم بإضافة دالات وهي الأمينشون كما تلاحظون، هذا أمينشون، هذا أمينشون كما تلاحظون هنا، بلينك، بلينك هذا هو موجود بلينك كما تلاحظون هنا، كلوك وايز، هذه كلوك وايز أيضا، فيد، هذا الفيد انظر، الموف هذا موف، كلها دلات تأثيرية. طبعا هنا بلانك وهنا موف وهنا سلايد، آخر شيء سلايد كما تلاحظون هنا موف، هنا موف، هنا بلانك، وهذا سلايد، هذا هو هذا سلايد. كيف ظهور هذه السلايد؟ من خلال الماين، طريقة الماين كيف تستطيع إظهار أو بناء هذه الأنواع من نيم. طبعا ريس، ثم كليك بجهة اليمنى، ثم تضع على هذا الملف اللي هو اندرويد ريسورس ديركت. طبعا بعد ضغط عليه تقوم بكتابة الانيم كما تلاحظ، كما تلاحظ كتابة الانيم هنا هو الانيم. بعض الانيم هذا، بعض الانيم عندما تظهر الانيم تضغط على الانيم نفسه اللي هو هذيك بجهة اليمين، ثم يظهر لك الانيم نفسه هو موجود، ثم تضع عليه كليك وتكتب الاسماء الموجوده كما تلاحظ هنا، هذه الاسماء الموجوده، الاسماء الموجوده الخاصه بالانيم. لحظه حتى نظرها هنا، هذه الانيم موجوده هنا، هذه 1 2 3 4 5 6. طبعا هذا استخرجناه منين؟ من رس، ثم نضغط على كليك يمين ثم يظهر لنا الانيميشن هذا كما تلاحظون. هنا نكتب اول حاجه انيميشن اكس ام ال، هنا تكتبوه، ثم البلانك اكس ام دوت اكس ام ال هنا، ثم كليك وايز في نفس الحركه. كل ما يعني تبني يعني فايل تقوم بالضغط على اوكي وهكذا حتى تنتهي الى سلايد، تظهر لك هذه كلها، تظهر لك هذه ايش الواجهات كلها، ثم بعد ذلك تقوم ببنائها، ببنائها من خلال الاكواد. هذه مثلا انيميشن كما تلاحظون هنا، انيميشن وضعنا له هنا في هذه المنطقه الاكواد كما تلاحظون. فقط عليكم اظهار الاندرويد ثم دوت على نوت اف، فتظهر لكم هذه القيمه نفسها، هذه القيمه الطلبيه وهكذا. البلانك نفس الحركه، هذا البلانك هو يحتاج الى هذه الاكواد، ثم كلوك، كلوكس وايز هذا بحاجه الى الاكواد هذه، ثم فايد، فيد هذه الاكواد انتبهوا معي، ثم موف هذه الاكواد، ثم سلايد، ثم موف، نعم عفوا، هذا الفايد، هذا الفايد تمام، وهذا الموف، وهذا سلايد، هذه السلايد نعم ايوه وهكذا. وبعد بعد الانتهاء الى هنا انت بحاجه الى ايش؟ الى صوره، ادخال صوره في دروبل في الماين حتى تلصقها في جيت هذه. وبالطريقة هذه ما عليك سوى عمل رن بهذه المنطقة، ثم تقوم التأثيرات حسب هذه التأثيرات، زوم تضغط على زور زوم يظهر لك الصورة مكبرة، وبلانك وهكذا. أرجو أن تم تعريفكم على هذه التأثيرات من خلال 6 العناصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شاكر لكم حسن المتابعة.